السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير، صحه جيده واحوال جيده ان شاء الله. معكم ناديه من ناديه ستيبل. فيديو ديال اليوم خصتو نخلي فيديو بغيتو يبقى عندي في القناه ديال الطريقه فقط ديال تزيين البسطيله، باش الناس اللي كيبغيو يديروا طريقتهم في البسطيله وكيبغيو طريقه تزيين مغايره ولا مختلفه يلقاو هذا الفيديو بلي ديتاي. نتمنى لكم فرجه ممتعة ويعجبكم الفيديو ان شاء الله، وبقوا معايا. من بعد ما طابت لي البسطيله وتحمرات غنقلبها. راكم عارفين كنقلب ديما البسطيلات ديالي باش كيعطيوني داك الوجه مفيني وكيجي زوين في النظره. كل اللي ما بغاش يقلب فيكم البسطيله فاش كيكون كيلمطها ولا تيقادها، قبل ما يحط الورقه الاولى يدير البيض باش الورقه الاخرى تجي لاصقه على الورقه وما تطلعش تقشر بحال هكا. انا ما كنديرش ديك العمليه، الا بغيت نقلبها ما تنديرش هكاك. المهم هنا كاينه البسطيله تحمرات، عندي لي سيغار هنايا درتهم في لي كوردون هاد العويدات، عندي عسيله حره، الورد البلدي، بيض السمان، هاد لي فون تارت اللي عمرت معكم بالنفس باش معمرين البسطيله كتذكير، وعندي اللوز ايفيلي محمر. واحد النصيحه بالنسبه للوز ايفيلي محمر، ديروه في اللاطه ودهنوه ديروا لي واحد جوج معالق ديال الزيت وديروه في الفران على عافيه مهيله كيتحمر لكم. ومره مره خلطوا حسن من المقلى، كيجي التحمر ديالو زوين حسن من المقلى بزاف بزاف. صافي دابا غندوزو باش نقلبوا البسطيله ديالتنا. هذه هي البسطيله ديالنا كي كتشوفوا من بعد ما قلبتها. دابا غنقي هنايا وغندوزو للتزيين. صافي هنا من بعد ما قلبتها في الطبسيل درت هاد الصينيه باش نقدمها فيها باش كتجينا واحد الحطه مويه وكتجينا زوينه. هنايا بالنسبه للتزيين كما قلت لكم سكر كلاصي، انا خد واحد الغلاقه ديال مقله ولا اي حاجه عندكم مدوره. غادي ندير سكر كلاصي زين، كل واحد ويدير داكشي اللي بغى على هاد الشكل. تنغطيو مزيان جنب سكر كلاصي، هاكا. وديما البسطيله ما عمركم ما تزينوها وهي مازال سخونه بزاف، ديما جبدوا البسطيله من الفران خليوها واحد نص ساعه ترتاح عاد باش تزينوها. وبسطيله تاع البسطيله الحلوه ما كتقدمش طايبه سخونه بزاف. اي بسطيله فاش تكون الحاجه سخونه بزاف كتجي خايبه وقاهره، ما كنتمتعوش بالبنه ديالها. صافي هنا من بعد هنا نديروا اللوز ديالنا. علاش كندير هاد الغلاقات؟ باش كيجيني داكشي كيجيني الديكوراسيون مفينيه ومقاده وزوينه. انا كيعجبني نزين باللوز ايفيلي كيعطي نظره زوينه للحاجه، حاجه المعسله، اللحم معسل، بزاف د الحوايج اللوز ايفيلي كيعطي نظره. واللي ما عندوش يدير شنجلان، سمحوا لي كاوكاو ايفيلي حتى هو راه موجود. صافي كنستعمل حتى كنجيب ديك الدوره كامله اللي دهنت بالعسل على هاد الشكل. ضروري كنخليو شويه الورقه باين باش كتبان الوجه ديال البسطيله، كتبان التحميره ديالتها وكتبان كي دايره الورقه ديال البسطيله. ما نغطيوش البسطيله كامله. هنا من بعد ما ساليت غندير شويه ديال العسل من فوق ديال اللوز باش كيشد بعضه. Okay.
نقيو الصينيه ديالنا بالجناب. طب لا معليش خليها حتى من بعد. هنا ديما اطباقنا المغربيه ديال الضيافه ديما من الاحسن نقدموها في طبق ديال الفضه، المكب ديال الفضه ولا ديال النحاس، كتزيد لها القيمه وكتعطيها واحد النظره مويه وزوينه للضيافه. كفكره من عندي وصافي. هنايا غادي ناخد هاد لي سيغار اللي درت هكا، وغادي ندير لهم هكا في البسطيله. كتسمعوا التقرميشه ياكم هنايا، باش حيت ماشي مره ما تنكونوش حاسبين لي سيغار. اش غادي نديرو؟ غادي نديرو سيغار من هنا وسيغار من هنا. عاد الورقه فتيه بزاف. غنجيب هذا عاوتاني هكا وهذا هكا اونفاس صافي. هنا وبنعمر عاوتاني كنجيبو واحد اونفاس مع الاخر على هاد الشكل هكا. هنايا وهنايا باش كنعرفو غادي يكفانا السيغار، ماشي نديرو واحد حدا واحد عاد نبداو نحيدو ونعاود نقلبو. لا بركة غادي نحيد هادي بمعلقة ولا بيدينا. غنجيب سليلات ندورهم هنايا الورد البلدي غير داك الوريقات الغوص هما اللي كندير من فوق سكر كلاصي باش كيعطيني واحد اللون باش كيجيو اللويونات في البسطيله ديالنا زوينين. على هذا الشكل هنا اللي بغى يدير البيض السماني يديرو. انا تزين فاش كنكون كنزين كل مره واش كيخرج معايا. المهم كنحط كل شيء واللي بغيت نزين به نزين به واللي جاني كفايه جاني كفايه صافي. هنايا وغنديرو من جنيبات وحتى من الوسط. غنبدا من الوسط هكا ديروا الكيردون عاد ديروا البيض صافي على شكل. هنا غندير غير وحيده وحيدة جات زوينة باش من وهنا غندير البيض من الجنيبات ما بين لي سيغار نديرو البيض. ديما الراس البيض هو اللي يكون الفوق هكا. لا ديكوراسيون بطبيعه الحال ما كنهضروش على البنه والمذاق وكيفاش مقومين الحاجه وكيفاش مصاوبينها. لا ديكوراسيون كتزيد واحد النظره خاصه على الحاجه. ديما الحاجه اللي مصوبه مزيان ومسمقه مزيان ومتوله كتعطي ليها القيمه. واخا تكون ديروا غير العدس قادوه وصوبوه وحطوه مزيان حتى العين تتاكل قبل من الكرش صافي. اش غندير دابا فاش غادي نسالي الزواق بالبيض؟ غادي ناخذ وريقات ديال الورد البلدي وغنديرهم فوق البيض. داك الغوص كيجي زوين مع البيض ديالنا كيعطي واحد
واحد النظره زوينه بزاف هكا حتى نسالي كاع الجنيبات اللي عندي. صافي بقات هي وحيده. غادي ناخذ الورد غنحاول نديرو على البيض. الا ما عندكمش الورد البلدي ممكن تشدوا النعناع، نعناع خضر يكون جديد زوين حتى هو، قطعوه رقيق وزينوا به كيعطي منظر غزال. الخضوره ديما كتعطينا منظر زوين في الاطباق ديالنا. الوريقه كحله هنا حيده وصافي. هذه هي البسطيله ديالتنا، انا نوريكم كي جات عن قرب. هكا كتكون البسطيله ديالنا، هكا زيناها. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم وعجبكم التزيين وعجبكم كل شيء. ما تنساوش تطبقوها وتصيفطوا لي تعليق في الانستغرام وديروا لي منشن ناديه ستيبل. بزاف منكم تيسولوني على الانستغرام ديالي ناديه ستيبل، نفس السميه اللي عندي في الفيسبوك، عندي في الانستغرام وعندي في اليوتيوب. مهم ما تنساوش تصيفطوا لي التطبيق باش نحطو عندي في ستوري. وشنو بغيت نقول لكم اخر، شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه والتتبع وعلى لي لايك ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم والدعم ديالكم بصفه عامه. كنبغيكم بزاف بزاف وخليت لكم الراحه. فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.